السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا كيكه بالحامض وكتجي اكثر من رائعه. يعني من باب التغيير انا نغيره مره نبدله. بهاد الكيكه هذه ان شاء الله غادي تحتاجوا ليها 170 غرام ديال الزبده، ربعات البيضات، وجوج معالق ديال عصير الليمون، الليمون الحامض، 7 غرام ديال سكر حبيبات نكهة الفانيلا، ياغورت، جوج معالق ديال زيست ديال الحامض، و 14 غرام ديال البيكنج باودر يعني خميرة كيماوية، و 10 معالق ديال الدقيق، كاس ديال السنيدة، سكر سنيدة، وقبيصة الملح. نخلط قبيصة الملح ونزيدو على داك الدقيق، غنزيدو عليه بطبيعة الحال غربناه، غنزيدو عليه بيكنج باودر يعني 14 غرام ديال الخميرة كيماوية، و صافي. ونخلطو هاد الدقيق وسميتو الخميرة الملحة، نخلطو مزيان صافي، ونخليهم على جنب. ناخذ واحد البول، واحد البول اللي كنخلطو فيه العناصر هادي. ناخذ اول حاجه هي الزبده، قلنا 170 غرام ديال الزبده مع كاس ديال السنيده، نضربوهم مزيان سكر حبيبات كنديرو
ندخلوها الفرن على عافية مهيلة ونطلقوا ان شاء الله. كيكة ديالنا جات رائعة، جات طالعة وزوينة، المذاق الحامض كتجي اكثر من رائعة. نتمنى انكم تجربوها. وقليل لكم، السلام عليكم، الى فيديو قادم بحول الله.